لا صوت يعلو على القمة التي تعقد على الأراضي المصرية، قمة شرم الشيخ COP27، والأمال معلقة على هذه القمة ليس فقط للقارة الإفريقية لكن للعالم أجمع للخروج بحلول ناجزة تنقذ كوكب الأرض وتنقذ البشرية من خلال المسؤوليات المشتركة في هذه القمة والتغلب والتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة. امبارح بدأت بالطبع فعاليات القمة مؤتمر المناخ بتسلم مصر رسميا رئاسة الدورة 27 لها في الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وزير الخارجية سامح شكري قال إن مصر بلن تدخر جهد في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ، وأيضا أكد أن مصر ستخرج من هذه القمة بحلول يتحدث عنها التاريخ في العالم أجمع. خلونا نشوف جزء من الفعاليات اللي بدأت بالأمس. السيدات والسادة، الزملاء الأعزاء، أهلا بكم في شرم الشيخ، أهلا ومرحبا بكم في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. اسمحوا لي أن أستهل مهامي كرئيس للمؤتمر بأن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على الثقة التي منحتموها لبلدي مصر، والتي عكسها اختياركم لها لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم والأكبر على الإطلاق، وانتخابكم لي لتولي هذه المسؤولية الجسيمة التي أطلع بها، وكل ثقة في أن مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد لنمضي معا نحو تحقيق ما نصبو إليه. وأؤكد لكم هنا أن مصر لن تدخر جهدا في هذا السبيل، وأننا سنعمل على توفير أفضل الظروف التي تتيح لكافة المشاركين من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم وضمان خروجه بالنتائج التي نتطلع جميعا إليها. واسمحوا لي أيضا أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بعميق الشكر لحكومة المملكة المتحدة الرئاسة السابقة لمؤتمر الأطراف على كل ما قدمته خلال فترة رئاستها وما بذلته من جهد لدعم وتعزيز عمل المناخ العالمي من خلال الأداء المتميز لفريق الرئاسة البريطاني الذي قاده صديقي الوزير ألوك شارما، الذي ساعدته بأن عملنا سوياً على مدار قرابة عام كامل لضمان انتقال سلس لرئاسة المؤتمر يبني على ما تحقق من زخم سياسي في غلاسكو العام الماضي، ويستكمل المسار نحو أهداف توافقنا عليها ونتائج لابد أن نصل إليها. السيدات والسادة، إن مؤتمرنا الذي يبدأ أعماله اليوم هو 27 في مسيرة بدأناها معا منذ نحو 30 عاما، وهي عمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مسيرة متصلة أثبتت جدواها وأهميتها عاما بعد عام.